له سؤال آخر يقول: ذكر صاحب كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، قال في الشرح: يضحك الله، الله أعلم بهذا، وقيل المراد بالضحك بالنية لله تعالى. هل هذا الشرح صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فما هو نصيحتكم؟ مأجورين. هذا شرح باطل، ولا يفسر الضحك بالنية، ولا ينسب إلى الله إلا ما ثبت بالدليل الكتاب والسنة، وصف به نفسه سبحانه وتعالى، والله لم يصف نفسه بالنية. هذا من ناحية. الناحية الثانية قوله الله أعلم، هذا تفويض، هذا تفويض مذهب المفوضة، والأسماء والصفات لا تفوض، لا يفوض معناها، لا يفوض معناها لأنه واضح. فالضحك على معناه وعلى حقيقته، ولا يفوض ولا يؤول، ما يؤول بالنية أو نحوها، ولا يفوض ويقال الله أعلم بمعناه، إنما يقال الله أعلم بكيفية. التفويض إنما هو في الكيفية والحقيقة، أما المعنى فإنه معلوم. ومالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. نعم.